دوز مع سارة أحمد. صباح الخير ويسعد صباحكم مستمعينا، معاكم سارة أحمد في دوز، وحكون إن شاء الله معاكم من 11 ل 12. طيب، هو مبدأ ومن أهم أساسيات التعامل في مختلف جوانب الحياة اليومية وكمان في التعاملات البشرية، وهو دليل عن نية صافية وحسن التصرف. وكمان التعامل بصدق وأمانة وإخلاص بغض النظر عن عاقبة التصرفات. بس قبل لا نبدأ، حابة أذكركم بأرقام التواصل 012-61-61-100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب حيكون على 055-66-89-001. طيب، لازم أرجع وأذكركم مرة تانية أرقام التواصل 012-61-61-100 للاتصال، ولمشاركتكم وأجوبتكم على الواتساب حيكون على 055-66-89-001. طيب، موضوعنا يتكلم اليوم عن حسن النية. حسن النية هو نية وليس عمل. كل الناس عندهم أخطاء، فما ينفع أحد يتصرف وكأنه الخطأ غير مغفور. فهنا أحسن النية وأصحح الخطأ وما أدقق في كل صغيرة وكبيرة. طيب، قلنا ما ينفع أدقق في كل صغيرة وكبيرة وما في خطأ غير مغفور، فهنا أحسن النية وأصحح الخطأ. والنية كمان دائما يعني تقول عن صاحبها أو تبلغ عن صاحبها الخير والشر والعمل، وما ينفع بدون النية، بس النية تنفع بدون العمل. وسبحان الله، دائما ربنا يجازينا عن النية الكويسة، فلازم أنه نحسن نيتنا، واللي يحسن نيته دائما يلاقي الخير. والنية الطيبة هي مصدر السعادة، وكل ما نويت خير وأحسنت النية يجيك الخير. النوايا الطيبة تخليك تكسب كل شيء، وكل ما صفيت نيتك صفيت لك الحياة. طيب، حرجع وأذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-61-61-100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب وأجوبتكم 055-66-89-001. خليني طيب أسألكم سؤال قبل لا نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم. كيف نعالج سوء ظننا ونحسن نيتنا؟ بس خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع. دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، ونكمل معاكم حلقتنا لليوم، وأكيد حرجع أذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-61-61-100، وكمان لمشاركتكم وأجوبتكم على الواتساب حيكون 055-66-89-001. طيب، في رسالة جاتني هنا من الأخت فاتن تقول إنك تحسن النية تريح نفسك واللي حواليك من سوء الظن والشك. صحيح الغلط غير مغفور، لكن يفرق عن حسن النية. طيب يا فاتن، صح كلامك، ولكن
كل اللي أنا كنت بقوله قبل أن نبدأ الفاصل إنه أصحاب النوايا الطيبة مو معناته عندهم إنه ما يغفروا الخطأ أو ما يتعدوا أو ما يتجاوزوا، لا، في أخطاء مغفورة نقدر نغفرها، ويقدر الإنسان وقتها لما أنا أحسن من نيتي أفهمه صح وأفهمه كويس. طيب، كنت بسأل سؤال قبل الفاصل إنه كيف نعالج سوء ظننا ونحسن نيتنا. طبعا أكيد إني حجاوبكم، بس خلينا ناخد أول شيء اتصال. صباح الخير. صباح الخير. ألو. أيوه، السلام عليكم. أهلين وعليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. وليد من مكة معك. أهلين يا وليد، أهلين، كيف حالك وكيف حال أهل مكة وكيف الجو عندكم؟ الله يسلم. الله يسلم. الله يسعدك يا رب. صباح الخير. قفل يا ابني. وليد معنا؟ أيوه معك، معك. أيوه. يا الله يا وليد، شكله عندك زحمة ومتقروش. طيب يا وليد، قل لي كيف نعالج سوء ظننا ونحسن نيتنا؟ كيف نعالج سوء الظن ونحسن نيتنا؟ النية. يس، هي تبدأ بشيء يعني فينا أولا. يا الله يا وليد، الله يسعدك وطيل الصوت، الله يسعدك. دائما حاول انك تظن يعني ظن طيب في الناس اللي حولك، اللي اقربائك، اخوانك، اصحابك. هذا انا اشوف هذا هو الحل يعني. صحيح، يعني نبدا من نفسنا. ايوه، هو من نفسك. يس، هو هذا نفسك. تبدا من نفسك، بعد كده ان شاء الله كل الناس اللي يكونوا حولك نيتهم ان شاء الله تكون طيبه. ايوه، مثلا صاحب انا ادق عليه ما رد علي، هاي اشوف ما رد علي، ما يبغى يرد علي، ليش؟ هذه على طول كل الناس شغاله. أيوه. طيب ليش انا صاحبي ما رد علي؟ والله يمكن مشغول، يمكن مع اهله، يمكن صح، يمكن عنده ظرف. يس، صحيح. يعطيك العافيه وليد. الله يعافيك ويسعد صباحك ان شاء الله. صباحكم ان شاء الله. تمام، ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام. صباح الخير. صباح النور والورد والجو، شو اخبارك يا ساره؟ بخير يا نوره، يسعد صباحك يا رب. يسعدك يا رب، الله لا يهينك. فكرين بالموضوع لنا والله جبني راجع من الشغل. يعطيك العافيه، شكله شغلك شفت نايت صح؟ لا لا، يعني انا عندي شغل رح صلحته جيت. اوكي، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. طيب، موضوعنا اليوم يتكلم عن حسن النيه، وسؤالي يقول كيف نعالج سوء ظننا ونحسن نيتنا. شوفي، هو لازم الواحد لا ياخذ بظنه ان الشخص هذا يسوي كذا كذا شيء غلط، او الشخص يبغى منه مصلحه. الواحد يعني لا ياخذ في خاطر انه هذا الشخص كله عشان مصلحه ولا كذا، يصفي نيته. صح، لا ياخذ نيته انه الناس الاخرين تبغى شيء. حتى لو اليوم ما اتعامل معه اساعده، الانسان ما عنده احد يساعده في حياته، اساعده بالامور اللي هو يبغاه، زي اساعده بمتطلباته، بس ان شفته كثر علي هذا الشغل تهين انه شخص استغلال زي كذا. هذا هذا يعني شيء واضح، موضوع ثاني، بس انا ابدا من نفسي باني احسن النيه في التعامل مع الناس، هذا اهم حاجه. اول شيء احسن نيتي يعني. صح، اكيد. اتعامل مع الناس مثل ما ابغاهم هم يتعاملون معايا. صحيح، اكيد. بعضهم يبغون يتعاملون معاهم في هذا الشيء. صح، يعطيك العافية ويسعد صباحك يا نورة، وإن شاء الله دائما تكوني معانا على تواصل حبيبتي. أكيد، معك يا عمري. مع السلامة. مع السلامة. طيب، أول حاجة نصلح نفسنا من الداخل، ونحاول ما نظن في الناس سوء. أحاول ما أتسرع في حكمي على الناس، يعني إذا سمعت شيء عن شخص أصبر وأتأكد من صحة اللي سمعته. لازم أكون عارف ومدرك إنه لسوء الظن أضرار كثيرة، سواء على الفرد ولا المجتمع، فلازم أفكر ألف مرة. ودائماً الحياة تكون حلوة لكل اللي نواياهم كويسة وبيضة، على قد نيتك رب حيرزقك. يا رب يعطيكم أحسن من نيتكم إن شاء الله. قول آمين. صوتك طلع. طيب، ودائما حب للناس الخير، وخلي نيتك لهم خير، والنية الطيبة ترى شيء مرة عظيم،
دائما ندور على الناس اللي نيتهم طيبة ويحسنوا النية واللي قلوبهم صافية ونقية. طيب حرجع وأذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-61-61-100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب حيكون 055-66-89-001. طيب بعدين كل ما كنت نيتك طيبة كل الناس اللي حولك حيحبوك، وأسوأ البشر اللي تكون نيته عكس الشيء اللي يظهره، ومهما الإنسان يخفي اللي بداخله حيبان على أفعاله إنه يحسن النية أو يسيئها. يعني إنسان عاملك مو كويس أو مثلا ظهرت نوايا غير اللي هو يقولها، ترى مع الوقت يبان عليه. ما في إنسان يقدر يتصنع طول الوقت، هذه فكرة مستحيلة. طيب في اقتباس يقول لا تزرع في ضرب أحد شرا علك تأتيها غدا ساكنا. لأنه النية الحسنة كنز لصاحبها، بعدين الشخص اللي قلبه مليان بالخير ويحسن النية يكون أسعد الناس. لما تبدل نيتك بالخير الأقدار تراضيك. لا ننسى الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع. دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم من جديد مستمعين، وما زلنا معاكم على السمع، وحرجع أذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-61-61-100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب حيكون 055-66-89-001. طيب سؤالي يقول كيف نعرف إنه نيتنا صافية؟ بس قبل لا أبدأ نأخذ اتصال. صباح الخير. يا صباح النور. أهلين سارة، كيف حالك؟ أهلين صباح الخير. مين معايا؟ بخير الله يسعدك. أهلين هاني. يا هاني. هاني من فين؟ هلا والله من جدة. أهلين يا هاني. معكم. لا خلاص ححفظك، أنت ووليد ونورة وفهيدة ما أدري فين مختفية، لكن إن شاء الله أنها تكون طيبة. طيب يا هاني قل لي، أكيد سمعت موضوعنا اليوم. إيه طبعا. إيش رأيك كده الإنسان لما يحسن نيته، أو هل قابلت ناس كده نيتهم ما عارف كيف؟ إن شاء الله ما تقابلهم. والله شوفي يا سارة، أنا صريح على طول، حسن النية أو حسن الظن يعني أوكي، إنه في ناس وفي ناس لا. صحيح. يعني انت شايفة عاد ما شاء الله تبارك الله في الناس اللي برا ما هم مقصرة، بس ان شاء الله لسه فيهم خير. ايوه فيهم في ناس فيها الخير، وناس يعني في عندهم حسن ظن وحسن نية وزي كذا، بس انه ان شاء الله نكون حتى احنا عند حسن نيتنا. صح، وعند حسن نية الناس كمان. صحيح. ايوه زي ما المخرج هنا عندي رائد، دائما نيته كويس الحمد لله ما يسوي. لا لا رائد مرة كويس، رائد حبوب ونيته كويسة مرة. صحيح أكيد بلا شك والله حقيقي. أيوة. وكمان حتى نرجع الموضوع الأهل، نية الأهل أهم شيء، إنه أهلهم ما يشكوا في الواحد، نيتهم تكون مع أولادهم. صح. مع بناتهم. مع صح أكيد أطفالهم تكون كويسة. أيوة صح، أصلا يربوهم على هذه الأخلاق، إنه أنت لازم تحسن نيتك إلا في حال لما يظهر شيء قدامك تشوفه بعينك، ما تجلس طول الوقت تسوء الظن في الناس. صح. هذه من شيم الأخلاق يعني. يعطيك العافية هاني، وإن شاء الله دائما تكون كمان صديق البرنامج. الله يسعدك يا سارة، ويسعدك عليك وعلى رايك. تسلم، يسعد صباحك إن شاء الله. طيب كيف نعرف إنه نيتنا صافية؟ كل إنسان فينا
وراء أفعاله والأشياء اللي يقولها وتصدر منه مقصد. يعني كل الأشياء اللي تسويها في مختلف مجالات الحياة تكون لغرض معين، ممكن تكون ظاهرة وممكن تكون مخفية أو داخلنا طبعا، وهذه الأمور بالذات لها مسؤول فعلي عن الأشياء اللي في حياتنا من خير أو شر. وطبعا أهمها كلها النية، فإحنا البشر نتصرف دائما على حسب نوايانا، منها اللي يكون صافي بمعنى نية صافية تدل على صدق كلامه وحسن أفعاله ورقي أخلاقه، ومنها اللي تكون بسوء النية على حسب نيته بمعنى إنه يسوء الظن في الناس. صفق لي على الكلام الطيب، الله يسعدك. شكرا. طيب والنوايا كثير، بس خلينا نتكلم عن النية الصافية أو حسن النية. هي قوة تكون من داخلك بسبب نقاء قلبك وأثرها التربية والقيم الأخلاقية زي ما قلنا، وتبان في صدق كلامك وفي أفعالك. ودائما أصحاب النية الكويسة ما عندهم لف ودوران وما يستخدموا طرق التحايل الملتوية. لأنه نيتهم دائما سليمة ودائما ماشيين على حسن النية ودائما يظنوا في الناس كويس، بمعنى أنه قلبهم من جوا أبيض وصافي. طيب خليني أرجع أذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-616-1100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب حيكون 055-66-89-001. فصاحب النية الكويسة دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم من جديد مستمعين، ونكمل آخر فقرة لنا لليوم معكم إن شاء الله. طيب هرجع وأذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-616-1100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب حيكون 055-66-89-001. طيب مستحيل كل البشر يكونوا على نية واحدة، فمنهم الطيب اللي يحسن النية ومنهم السيء اللي يسيء النية، ونلاقي دائما إنه صاحب النية الصافية يعيش بمنطق واحد ويعامل الناس بحسن النية سواء يستحقوا أو لا. وفي ناس كثير نشوف إنهم يعني يحسنوا النية دائما إنه شخص ضعيف، يعني لما أنا أشوف إنسان دائما يحسن النية أقول عليه شخص ضعيف، لا هم مو ضعاف، هم بالعكس عندهم القوة الأخلاقية القوة الإنسانية إنهم ما يحكموا على شخص، إنهم يشوفوا بمنظور تاني أخلاقي. ليش نقول عنهم ضعاف؟ ما أنا عن نفسي الناس دول أحس إنه ممكن أحطهم فوق راسي، لأنه كل شيء عندهم يعني يتعاملوا فيه مع الله بأخلاق جدا جدا كويسة. فأبدا لا تخلي دول الأشخاص أو الناس يأثروا عليك وعلى نيتك الطيبة، لأنه أصحاب النية الطيبة مبادئهم إنسانية ويتعاملوا مع الناس برقي ونزاهة وطيبة. طيب خلينا ناخد اتصال. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. من معايا؟ معك تركي من جدة. أهلين يا تركي، وأهلين فأهل جدة. والجو صاير إيش رأيك فيه؟ لا ما هو حلو، جو باريس جميل الأيام هذه. يس صحيح أكيد. أيوة لا براد وأشياء حلو. يعطيك العافية. قل لي عجبنا الموضوع، ندخل على الموضوع. يس أكيد، يلا تفضل. أيوة ندخل على موضوع حسن النية. هو صح أنه أنت ما يعني النوايا على رب العالمين، والنوايا اللي أدرى فيها رب العالمين. صحيح، نوايا داخل القلب أو داخل الشخص أو داخل النفس، والشخص على حسب ما تربى عليه. فأنا ما أتكلم مع الناس بناء على نواياهم، لا على الشيء اللي يطلع منهم، بس أنا أتعامل بناء على نيتي. صحيح أكيد.
ايوه، فهو هذا المنطق الصحيح، انك انت ما تتعامل مع الناس والله نيته كويسه نيته مو كويسه. لا اكيد، لانه انا ما راح اشوف اصلا جوه قلبه ايش فيه، هذا شيء بينه صحيح. وبين ربنا، بس انا اتعامل معك سواء انت تعاملني كويس او ما تعاملني، في النهايه حيبان في افعالك وتصرفاتك. بالضبط بالضبط. والله يا تركي يعطيك العافيه وشكرا لاضافتك الجميله. الله يعافيك. عندي صاحبي كمان بيشارك جنبي. طبعا مشاركه بسيطه. اكيد خليه يتفضل. تفضل. صباح الخير. السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام، مين معايا؟ عليك عزاك بخير. عبد الله. بخير، اهلين يا عبد الله من جده. اكيد بما انكم مع بعض. والله اسمع. طيب حكوا انا في الرياض مثلا طبعا. ممكن تكون انا شفت موضوع النيه، انا بواجه مشكله بصراحه. ايش المشكلة اللي بتواجهها؟ يعني انا من داخلي وانا عارف نفسي، انا نيتي طيبة وابن حلال. طيب الناس بتشوفني انه انا مش ابن حلال ومش طيب، فايش المشكلة؟ يعني انا بقولهم انتوا ايش شايفين؟ ما بيردوا علي، بيقولوا لي باين عليك مش نيتك مش تمام. معناته هدول ناس سطحيين يشوفوا بس انه شكل الانسان او ملامحه يجلسوا يحكموا عليها، هذا ما له علاقة ابدا. يحكموا على ملامحه وعلى كذا، مع انه والله على طريقتك طيب كذا شكلي ولطيف وربي. ممكن إنسان هادئ ساكت، فهم يشوفوا إنه نيتك يعني إنه ساكت كده. أيوة عندك غموض الأشياء دي. أكثر من كلامك صحيح جدا وجميل والله. قل لهم أشغلوا نفسكم في نفسكم. الله عليك، الله جالس تقولي حكم وربي. يعطيك العافية وشكرا لمشاركتكم. الله يعافيك. دائما اتصلوا كده مع بعض. على خير إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيكم العافية وشكرا لاتصالكم. ناخذ اتصال ثالث. صباح الخير. اهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام. صباح الخير، شلونكم طيبين؟ بخير الله يسعدك، مين معايا؟ معك سليمان العتيبي. من فين يا سليمان؟ والنعم فيك. ما عليك زود، الله يعطيك العافيه. بخصوص موضوعكم الجميل هذا حبيت اشارك فيه، بخصوص الفيس، تشوف بس فيس الشخص اللي امامك فيس طيب وتمشي على نيته. أيه. ما تلاحظ انه بالنهايه النيه ماشي، يعني انت تمشي بعض الناس تمشي على وجهه، شوف هذا وجه طيب وخلاص هذا نيته زين. ها يعني خلاص. قصدك تشوف انه الوجه بريء كده تقول نيته طيب، عكس ايوه هو يطلع من خبز الخبائث. لا لطيف. والله شوف شوف يا أخ سليمان، دائما ما نحكم على الوجه ولا نحكم، الإنسان يبان بطريقته باحترامه بأخلاقه بأنه كيف يتعامل معانا، يبان في أفعاله في صدق كلامه، فما نحكم على الوجه ولا شيء. هذه يعني إحنا ما إحنا دارسين دراسة أنه ملامح الوجه إيش تطلع شخصية الإنسان، ما لها علاقة. كل إنسان سبحان الله ربي خالقه بشكل وخالقه بطريقة معينة، فما ينفع أنه أنا أجلس أحكم. النوايا هذه يعني جوة الإنسان داخلية، فأنا ما رح أقدر أشوفها في وجه كل واحد. صحيح، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. جميل، وأحب أوصل سلامي لأخوي طام العائض ولد خالتي نشرة والجروب دولة. شاكر لك برنامج. الله يسلمك ويسعد صباحك وصباحهم يا رب. فأمان الله. استنى يا مخرج يا مشاكس، دقيقة واحدة. طيب دقيقة بس وحناخد الاتصال. طيب في ناس مهما تعاملهم بحسن النية برضو يتغاضوا عن كل شيء نقي وكويس فيك، وما يستوعبوا نيتك الصافية ويحكموا على شكلك وعلى ملامحك وعلى غموضك، بس ما له علاقة النية، مكانها القلب، بينه وبين الله ما له علاقة بأي شكل من الأشكال. ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح النور. أهلين، مين معايا؟ سميرة. أهلين يا سميرة، من فين؟ من جدة. أهلين فيكي وأهلين في أهل جدة. سميرة قولي لي، سمعتي أكيد موضوعنا اليوم عن حسن النية، بس لو توطي لي الصوت الله يسعدك من عندك عشان أقدر أسمعك. ايه هلا، اقول سمعت يعني عن موضوع عن الناس اللي تظهر الخير وهي تروي الشر. صحيح. واجهتي هذول الناس؟ ها؟ واجهتي هذول الناس؟ ايوه طبعا، ماما قالت لي حطيها حرقة في اذنك. الناس، الانسان اللي يتكلم عنك عن الناس قدامك بالشر راح يتكلم عنك من وراك بنفس الطريقة. صحيح. فانت تحكم على الناس. يا صحيح، بس الصوت بيقطع.
يا سميرة قطع الاتصال حبيبتي، بس كلامك صح 100%، إنه الإنسان اللي يظهر الشر سواء قدامك أو من وراك هو إنسان أساساً جوته أو نواياه ما هي كويسة. فحلو إن الإنسان يتعامل بأخلاق كويسة مع الناس، والشخص اللي ما يناسبه خلاص يقطعها معه ولا يتعب نفسه. طيب، الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله قال: عندما تكون نقيا من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم، ويحبك الناس من حيث لا تعلم، وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم. صاحب النية الطيبة هو من يتمنى الخير للجميع بدون استثناء، فسعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتك شيئا، وغناهم لن ينقص من رزقك شيئا، وصحتهم لن تزيد مرضك. فقط كن صاحب نية طيبة نقيا من الداخل. طيب، في الختام، قوتك الحقيقية تبان في نقاء قلبك وحسن نيتك، وكل اللي تخبيه داخلك حيبان في أفعالك. كانت معكم سارة أحمد في دوز. بكرة إن شاء الله موعدنا من الساعة 11 للساعة 12.